السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في المحاضرة الرابعة من محاضرات الذكاء العاطفي للطفل التي سوف نكمل إن شاء الله ما قدمناه بالمحاضرة السابقة عن مهارات الذكاء العاطفي للطفل. المهارة السابعة سوف نتناولها المهارات الاجتماعية. الطفل الذكي عاطفيا يحتاج إلى تنمية مهاراته الاجتماعية مثل مهارة التحاور وليس مجرد الكلام. حينما يتعلم الطفل الحوار وكيف يناقش ويتحاور مع الآخرين وليس مجرد ترديد الكلام بدون وعي وبدون فهم لهذا الكلام، هنا يكون طفل نمت لديه المهارات الاجتماعية. أحيانا تجد أن بعض الأطفال يتحدثون لمجرد الكلام حتى يثبتون للآخرين أن لديهم مفردات لغوية جديدة، وهذا شيء جميل جدا. يحتاج الطفل أن ننمي هذه الثقة وهذه المهارات ولا نهزأ بها، ولكن هنالك مهارات أخرى يحتاجها طفلي حتى أنمي الذكاء العاطفي لديه، بأن أدربه على التحاور، أسأله بعض الأسئلة بالموضوع الذي سوف يتحدث معي، أحاوره، أعرض له صورة وأسأله بعض الأسئلة وأدعه يتكلم ويتحاور ويستنتج الإيجابيات والسلبيات وما هو الرأي الذي يتفق معه وما هو الرأي الذي يختلف. هذه أمور مهمة جدا في المهارات الاجتماعية. أيضا من المهارات الاجتماعية التي يحتاجها الطفل الدعابة. بعض المربين لا يمارسون الاستمتاع بالدعابة مع الأطفال أو يضحكون مع الأطفال حينما يعرضون الدعابة. الدعابة هامة جدا في المهارات الاجتماعية وتكوين العلاقات مع الآخرين، ونحتاج أن نتقبل أطفالنا حينما يقدمون أي دعابة ونمارسها معهم أيضا من باب المزاح والدعابة، لأن هذا الجانب يفتح مجال كبير في العلاقات المستقبلية عند الطفل. أيضا ضرورة تكوين الصداقات. بعض أولياء الأمور وبعض المربين يتخوفون من تكوين صداقات لدى أطفالهم، ولكن هذه المرحلة مهمة جدا جدا عند الأطفال. الطفل يحتاج أن ينمي مهاراته الاجتماعية واللغوية وحل المشكلات وتقبل الآخرين والمرونة، كلها تتكون بوجود صداقات لدى الأطفال وعلاقات. أيضا نحتاج أن نرفع توقع النجاح والمثابرة والاجتهاد عن طريق مواجهة الفشل وتجاوزه. حينما يأتي طفلي يشعر بالإحباط أو الفشل، أحتاج أن أشجعه وأذكر له: نعم أنت تستطيع، أنا أثق فيك، أنا أتوقع منك أفضل من ذلك، أنا أشعر أنك تستطيع ذلك. هذه الكلمات كلمات سحرية تعطي حافز عالي جدا جدا للطفل بأن ينجز وأن ينجح بإذن الله. المهارة الثامنة هي مهارة تشجيع التعاطف والاهتمام بالآخرين. التعاطف لدى الطفل يمر بمراحل. المرحلة الأولى رد الفعل التلقائي، يكون لدى معظم الأطفال وهم في العام الأول من العمر، ويدخل الأطفال ما بين السنة الأولى والثانية من العمر المرحلة الثانية من التعاطف. إذا المرحلة الأولى هي رد الفعل التلقائي تكون في السنة الأولى من العمر، أما المرحلة الثانية أي يدركون أن أي كرب أو أي مكروه لدى شخص آخر ليس خاص بهم، ويحاول العديد من حديثي المشي التخفيف عن الآخرين بالفطرة. حتى أوضح مراحل التعاطف، رد الفعل التلقائي في المرحلة الأولى والسنة الأولى من حياة الطفل من الميلاد إلى السنة الأولى يكون رد الفعل التلقائي، حينما يجلس الطفل أو أضع طفلي بجانب طفل آخر يبكي تلقائيا طفلي سوف يبكي، إذا ضحكتنا تلقائيا سوف يضحك معنا الطفل، فردة فعل للمشاعر تلقائية. أما حينما يدخل طفل السنة الثانية والثالثة فيصبح يدرك أن الطفل الذي يبكي ليس مرتبط بي أنا شخصيا، لذا ممكن أن يستغرب مشاعر البكاء أو ينظر إلى الطفل باستنكار أو استغراب، ولكن لا يبكي تقليدا له أو تعاطفا معه، لا، يدرك أن ما أصاب الطفل الآخر من مكروه يختلف عن استقلاليته، يدرك أن هنالك استقلالية واختلاف بين الأشخاص في المشاعر، لذا ممكن أن يحاول أن يخفف عن هذا الطفل الذي يبكي بأن يضع يده عليه أو يعطيه لعبة أو يعطيه أي شيء. هذه المرحلة الثانية من مرحلة التعاطف.
أما مرحلة التعاطف الإدراكي هي القدرة على رؤية الأشياء من وجهة نظر شخص آخر. أثبتت الدراسات أن الأولاد يفوقون البنات بالنسبة للمساعدات الجسمانية، أي أن الطفل يتعاطف مع الآخرين جسمانيا. إذا وقع أحد أو تعرض لإيذاء، تجد أن الذكر أو الأولاد ينطلقون مسرعين للمساعدة في الأنشطة أو الإنقاذ. أما البنات تقدم المساعدة النفسية والدعم النفسي واللفظي، ولا تتأثر السلوكيات التعاطفية بالطبقة الاجتماعية أو حجم العائلة. ليس بالضرورة أن الطفل الوحيد لا يتعاطف، أو الطفل الذي لديه عائلة كبيرة يتعاطف بدرجة عالية، أو الطفل ذو العائلة الطبقة المرتفعة لا يتعاطف، أو الطبقة المنخفضة يتعاطف. ليس لها أي تأثير أو علاقة بذلك. كيف ننمي التعاطف مع الآخرين عند الطفل؟ مهارة التعاطف من أهم المهارات التي يحتاجها الطفل بل الإنسان، لأن الإنسان الذي لا يشعر بالآخرين لا يستطيع أن يكون شخص ذكي عاطفياً. من أهم صفات الإنسان المتزن مشاعر الشفقة والرحمة والتعاطف والدعم والشعور بمشاعر الآخرين. هذه الأساسيات بالتعاملات الإنسانية. أحتاج أن أرفع توقعات مراعاة المشاعر والسلوكيات المسؤولة في طفلي. يلعب الدين دورا هاما في غرس التعاطف لدى الطفل. إذا أنا أحتاج أن أغرس التعاطف لدى الأطفال، أحتاج أن أربط مشاعر التعاطف بالدين الإسلامي وكيف نحن مسلمين، ونحتاج أن نشعر بالآخرين ونشعر بالفقير ونزور المريض ونساعد المحتاج. وإذا شعر شخص بإرهاق أو تعب أن أساعده، وإذا طلب مني شخص مساعدة أن أقدم له هذه المساعدة. دائما أرفع التوقعات لأطفالي. أنا أتوقع منك أن تساعد هذا الشخص. أنا متأكدة أنك لن تدع صديقك يمر بهذه المحنة. أنا أثق ثقة كاملة أنك إن شاء الله سوف تساعد فلان بهذا الموضوع. رفع سقف التوقعات لدى أطفالي في مرحلة التعاطف ترفع من ثقتهم بأنفسهم وتدفعهم بطريقة جميلة جدا للتعاطف ومساعدة الآخرين. علم أطفالك أداء أعمال تتميز بالشفقة بشكل عشوائي. شاهدت حيوان يحتاج إلى ماء، بشكل عشوائي قدم له الماء. أنت قدمت قدوة، وممكن أن تعطي الماء لطفلك حتى يقدمه لهذا القط أو لهذا الكلب أو لهذا الحيوان. وجدت محتاج يحتاج إلى أكل وأنت تملك العصير أو الأكل، ممكن تعطي طفلك حتى يعطي هذا المحتاج، حتى تدرب على هذه المهارة ويرى فيك القدوة لتقديم هذا الشيء. سبحان الله، تظل المهارات الانفعالية والاجتماعية والعاطفية مهارات يلعب فيها الدين والقدوة دور هام جدا جدا وبالغ الأهمية. أشرك الطفل في أعمال خدمية للمجتمع. قد دعا طفلك يدخل في مجموعات تطوعية بسيطة، سواء في المسجد يوزع ماء، سواء عند يمسك يد الكبار السن يفتح الباب للمحتاجين. حينما ندخل في مكان يحتاجون لمساعدة نقدم لهم المساعدة. من أهم التفاصيل الموجودة في المجتمع، حينما نجلس في مكان أو قاعة انتظار لا يوجد بها مقعد ويدخل رجل كبير أو امرأة كبير بالسن، أترك المقعد لهذا الإنسان أو أدع طفلي يترك هذا المقعد احتراماً وتقديراً وتعاطفاً مع هذا الشخص، لأنه المشاعر المعاكسة للشفقة والتعاطف هي الأنانية، وهي من المشاعر التي ذكرتها سابقاً التي تعد من أهم صفات الجهل العاطفي التي لا يحتاجها طفلي أبداً. لذا أحتاج أن أغرس التعاطف مع الآخرين، وإذا لم يظهر طفلي هذا التعاطف أناقش في الموضوع. لماذا لم تتعاطف مع فلان؟ لماذا لم تساعد هذا الشخص؟ لماذا لم تقدم ماء؟ ماذا فعلت حينما رأيت قطة جائعة؟ ماذا فعلت حينما رأيت شيخ كبير يحتاج مساعدة؟ المهارة التاسعة، العواطف الأخلاقية السلبية، الخجل والشعور بالذنب. عادة نحن كمربين، سواء أم أو أب أو مهتمين بالطفولة، نخاف ونتحسس
من أن يشعر الطفل بمشاعر سلبية. لذا نحمي ونقدم الحماية لطفلي اعتقادا مني بأني بذلك أخدم طفلي. الطفل يحتاج أن يعيش جميع المشاعر والعواطف، الإيجابية منها والسلبية، يحتاج أن يجربها بدعم وبمظلة الوالدين. فالشعور بالخجل وشعور بالذنب هي مشاعر طبيعية جدا يعيشها الطفل حينما يقوم بشيء يتطلب أن يشعر بالخجل أو بالذنب. دعونا بداية نعرف الخجل. الخجل هو الارتباك الشديد الذي يحسه الأطفال عند فشلهم في التصرف بطريقة تحقق آمال الناس في مسابقة أو في حوار أو في عمل أو في مهمة أوكلتها لطفلي، يشعر بالخجل لأنه لم يقدم التصرف المتوقع منه. أما الشعور بالذنب يحدث عند فشل الأطفال في تحقيق مستويات سلوكية ترضي ذواتهم. أكون أنا معطية طفلي سقف عالي جداً، فطفلي يشعر بالذنب لأنه لم يكون الأول على الفصل، لم يكون فائز بالكأس بالمرتبة الأولى، فيشعر طفلي بالذنب. إن الخجل والشعور بالذنب يترك تأثير لا ينمحي لدى الأطفال. حتى تقتنع بقوة العواطف السلبية كالخجل أو الإحساس بالذنب، دعونا نقوم بهذه التجربة. ألقي نظرة على ساعة يدك الآن وقم بحساب الزمن الذي تستغرقه لتتذكر 3 مواقف حدثت لك في طفولتك وارتبكت فيها لدرجة الشعور بالخجل. كم ستستغرق من دقيقة حتى تتذكر 3 مواقف شعرت بها بالخجل وأنت طفل؟ إن تذكرك الخبرات العاطفية الإيجابية يستغرق منك وقت أطول بكثير. لو قلت احسب دقائق تذكرك لشعور بالإنجاز والفخر والسعادة شعرت به. من تذكرك الخبرات العاطفية السلبية ربما سوف تجد أن تذكرك الخبرات العاطفية الإيجابية تستغرق وقت أطول من تذكرك الخبرات السلبية ب3 أو 5 أضعاف، لأن قوة الإيجابية لا تعادل أكثر من ثلث قوة السلبية. ليس لأنك إنسان سلبي أو إنسان تتذكر الأحداث السلبية، ولكن طبيعة البشر هكذا، الإنسان بطبيعته يتذكر الأفكار والمواقف والعواطف السلبية أكثر من ثلث قوة العواطف الإيجابية. هذه القاعدة التي توضح أهمية وخطورة العواطف والمشاعر لدى الطفل والإنسان. بالرغم من ذلك، فإن المشاعر السلبية فوائد. نعم، اتفقنا أن المشاعر السلبية مؤثرة ولا تمحى، والإنسان يتذكرها مدى الحياة، ولكن هل أحمي طفلي منها؟ هل إذا طفلي وقع في موقف خجل أو شعور بالذنب أبرر له المواقف وأغير الحقائق حتى لا يشعر بهذه المشاعر؟ تظل المشاعر السلبية لها فوائد. فوائد بماذا؟ يجب إثارة الشعور بالخجل لدى الطفل إذا فعل شيء يدعو للخجل. إذا طفلك فعل شيء يدعو للخجل، يجب أن يشعر بهذه المشاعر. سلوك وعاقبة سلوك. طفل تلفظ لنقول بألفاظ غير لائقة، يشعر بالخجل. يجب اعتبار الشعور بالخجل أمر مشروع. حينما تقوم بسلوك غير مقبول، طبيعي أن تشعر بالخجل. إذا لم يشعر بالخجل طفلي، فلن يشعر بعاقبة السلوك، ولن يتأدب وتتهذب أخلاقه. إذا استطعنا أن نثير الشعور بالذنب لدى الأطفال، فإنهم يصبحون أكثر قابلية لتكوين قوانين متبادلة وأكثر وعي بخرق القوانين. إذا أنا حميت طفلي من الشعور بالخجل والذنب، وكل أخطائه مستباحة ولا يحاسب عليها، ولا أسمح لمعلم ولا مربي
بأن يحاسب طفلي، بذلك أعطيت طفلي البطاقة الخضراء بأن يخرق القوانين إذا أصبح بالغ. أعطيت طفلي الحق بأن يتلاعب على القانون، بأن لا يتحمل مسؤولية أخطائه، بأن لا يشعر بالذنب، بأن لا يهتم بالآخرين ولا بالسلوكيات الغير مرغوبة. استخدام المشاعر السلبية بطريقة ملائمة وبدون مبالغة حتى لا أدمر نفسية طفلي، لأنه المعيار بالتعامل مع المشاعر السلبية خطير جدا جدا جدا، لذلك أحتاج أن أقدمه بطريقة ملائمة هامة حتى أعلم طفلي القيم الأخلاقية. إذا طفلي لم يشعر بالذنب أو الخجل من الخطأ فلن يتعلم الأخلاق. أحتاج أن أعلمه بطريقة إيجابية، وأحياناً يحتاج الطفل المشاعر السلبية حتى يتعلم القيم والأخلاق والقوانين وتفاصيل كثيرة في الحياة. نعم، لا أبالغ بها. نعم، لا أطيل المدة حتى لا أحسسه بأن هذا أنت وهذا الذي تفعله، ولكن أقدمها لطفلي بجرعات بسيطة بحسب الموقف. التفكير الواقعي، مواجهة الحقيقة والابتعاد عن إنكار تصرفات الأطفال، وأتعامل بصدق وواقعية مع الطفل ولا أغير الحقائق، وأسرد له القصص التي تعالج العديد من المشكلات التي ممكن أن تحل المشاكل لديه، حتى يستطيع طفلي أن يتعلم من مشاعره السلبية ولا تمر مرور الكرام. المهارة العاشرة، تغيير طريقة تصرف الطفل بتغيير طريقة تفكيره. الخيال ثم الخيال ثم الخيال. الخيال هو بوابة الإبداع والتفكير. من الخطأ أن أحجم خيال الطفل وأقول أنت تكذب، لم يحصل هذا الشيء. الطفل الخيالي، وهي أصلا من خصائص نمو الطفل أنه يمزج بين الواقع والخيال. الطفل الذي يتحدث بخيال بأنه ربى ديناصور تحت السرير، بأنه يخبئ أسد في الكرسي أو في غرفته، هذا خيال وليس كذب. فدعونا نتفق على أن الخيال لدى الطفل هي خصائص عمرية، وإذا نميت هذا الخيال فأنا نميت مهارة الاسترخاء لديه، فأنا استطعت أن أحل مشاكل كثيرة لدى الطفل عن طريق الخيال. التخيل والتصور لا يعني تشتيت انتباه الطفل، ولكنه يثير بالفعل جهاز تخفيف الألم في المخ مكونا مهدئا طبيعيا. كلما كان تعليم هذه المهارات مبكرا كلما كان أثرها أكبر على الطفل. بعض البالغين الآن حينما تطلب منه أن يدخل يسترخي أو يتخيل لا يستطيع أن يتخيل أنه مسافر في منطقة خضراء ويرى أمامها العديد من العصافير أو الطيور أو الأشجار، وأنه قفز فوق سحابة وطار إلى السماء. لا يستطيع، لأنه لم يتدرب على هذه المهارة. بالتالي هؤلاء الأشخاص لا يستطيعون أن يجيدون مهارة الاسترخاء بسهولة، لأن الاسترخاء قائم على الخيال، قائم على أن تبتعد من واقعك الحالي. الخيال طريقة هامة جدا لبناء أفكار الطفل ونمو الإبداع لديه. لا يوجد إنسان مفكر ومبدع ومخترع إلا بدأت فكرته بخيال. أيضا من أهم المهارات غرس الأمانة والكمال لدى الطفل. العديد من مهارات الذكاء العاطفي لدى الأطفال تتحسن كلما تقدم بالعمر، ولكن ذلك ينطبق على مهارة الصدق. فالطفل إذا تعلم الكذب بدأ يخبئ الأشياء، وأقصد بذلك ليس الطفل 4 أو 5 أو 6 سنوات. هؤلاء أطفال يمزجون الخيال بالواقع. أتحدث عن الأطفال الطفولة المتوسطة أو المتقدمة، من بلغت أعمارهم 9 أو 10 أو 12 سنة. يبدأ سن الطفل التمييز بين درجة أنواع الأكاذيب.
فالطفل إذا سمحت له الأم بأن يغير الحقائق الواضحة ويخبئ الأمور بدون ما تعطيه نموذج للأمانة ونموذج للصدق وتعزز لديه الصدق، سوف تتطور هذه المهارة وتصبح الأكاذيب متنوعة، ثم ننتقل إلى الغش والسرقة والعدوانية. كيف أعلم طفلي الأمانة؟ أولاً يجب أن أبني الثقة به عن طريق هنالك تمارين كثيرة أستطيع أن أبني الثقة بيني وبين طفلي. تمرين قيادة الضرير. قيادة الضرير تقوم الأم أو المعلمة أو المربي بإغلاق عينيه ويمسك بيد الطفل ويعطي الطفل الثقة بأن يقوده من مكان إلى مكان بدون أن يسقط. هنا أعطي الطفل الثقة الكاملة بأنك أنت تقودني. ثم أعكس الأدوار، الطفل يغلق عينيه ويمسكها البالغ ويقوده. أما اللعبة الثانية وهي الاستلقاء للخلف، يكون البالغ خلف الطفل والطفل يرمي نفسه بكامل قوته إلى الخلف واثقا ثقة تامة بأن البالغ سوف يمسك به ولا يقع على الأرض. هذه قمة الثقة بين الطفل والبالغ. ولعبة السر، أن تقول سر للطفل لا يخبر به أحد، وأن الطفل يقول لك سر أنت لا تخبر به أحد. هذه تفاصيل وألعاب بسيطة جدا ولكن لها أثر بالغ بأن أبني الثقة بيني وبين طفلي. أيضا يجب أن أحترم خصوصية الطفل. كلما زادت الثقة والصراحة بين الوالدين والأبناء قلت الحاجة إلى الخداع. عادة احترام الخصوصية والثقة تبنى ببيئة آمنة بعيدة عن العنف. الطفل متى تنتفي ثقته ومصداقيته مع الآخرين؟ معظم الخداع والكذب الذي يقوم به بعض الأطفال في المرحلة الابتدائية أو المتوسطة أو بعض المراهقين تكون حيل دفاعية حماية من العنف أو الضرب من المعلمين أو البالغين. حينما أبني جسور من الثقة وأنني أتقبلك بكل مشاكلك وعيوبك وأنت طفلي، سوف يتمكن الطفل بأن يقول لك كل شيء بدون أي كذب أو تغيير في الحقائق. من أهم الطرق للتعليم وتنمية الذكاء العاطفي للطفل التعليم بضرب الأمثلة، وهنا ربانا الله سبحانه وتعالى ورسوله الكريم والسنة النبوية رب المسلمين بضرب الأمثلة. ضرب الأمثلة من أهم الاستراتيجيات التي اعتمدها القرآن الله سبحانه وتعالى في قرآن الكريم لنا كمسلمين بالعديد من المجالات الدين الإسلامي. فضرب الأمثلة من استراتيجيات التعلم التي تقدم للأطفال تقيم الموقف وتقليد سلوك الآباء مستقبلا. لذا تظهر أهمية الاجتماعات الأسرية حيث يعطي كل طفل الفرصة بالتفكير ومناقشة وحل المشكلات عن طريق تحديد المشكلة، التفكير في الحلول، مقارنة الحلول، اختيار الأفضل، التوصل لحل المشكلة ومناقشة أي التعديلات. ضرب الأمثلة متى يكون؟ يكون إذا كان هنالك اجتماعات أسرية محددة في يوم معين أو في وقت معين. نضرب الأمثلة، مثال مشكلة الأم في عملها، مثال مشكلة الأب في السيارة أو في الحافلة التي يقودها، مثال مشكلة البنت في غرفتها الحالية، مثال مشكلة الأخ في المدرسة. فالكل يضرب أمثلة بالمشكلة وكيف حلها وكيف تناولها، وتأتي الحلول من الآخرين، لأن الطفل يتعلم وتصبح لديه قاعدة بالمعلومات والمشاكل المحيطة وكيف تمت حلها. طبعا على أن تكون مشاكل بسيطة يستطيع أن يدركها الطفل وليست مشاكل معقدة تصيبه بالإحباط. من أهم المهارات أيضا لغة حل المشكلة، تحدثنا لها سابقا أنه يبدأ الطفل بتعلم نبدأ نعلم الأطفال حل المشكلات من سن الرابعة. من سن الروضة والتمهيد نعلم الطفل مهارة حل المشكلات من خلال 6 أزواج من الكلمات التي تشكل دعامات إنشائية خاصة بمهارات حل المشكلات. مهارة حل المشكلات ليست مهارة صعبة،
أستطيع أدرب طفلي عليها من خلال أزواج من الكلمات. مثال على هذه الكلمات: كلمة يكون أو لا يكون. مثال: الكعكة تكون حلوة ولكنها لا تكون وجبة رئيسية. حوار الأم أو المعلم أو المربي مع طفله: و أو كلمة أو: هل تريد بيض وحليب أو زعتر؟ هذه كلمات مترادفات. بعض أو كل: هل ستكتب بعض الحروف أو كل الحروف؟ قبل وبعد: هل ستحل الواجبات قبل الغداء أو بعد الغداء؟ الآن وفيما بعد: هل سوف تغتسل الآن أو فيما بعد؟ مشابه ومختلف: هل 1+1 مشابه ل2+1 أو مختلف؟ حينما أتحاور مع طفلي خلال اليوم الدراسي أو في البيت أو في العمل بهذه الكلمات، أنا أقدم لطفلي قاعدة وأساس لمهارة حل المشكلات سوف يتعلمها مستقبلاً، بأنه لا يوجد خط واحد أو إجابة واحدة أو نموذج واحد للقيام بالعمل. يوجد يكون أو لا يكون، يوجد و أو، ويوجد بعض أو كل، ويوجد قبل وبعد، ويوجد الآن وفيما بعد، ويوجد مشابه ومختلف. هذه الكلمات إذا استخدمتها مع طفلي باستمرار، فأنا أدرب على كلمات ومهارات حل المشكلات التي سوف يحتاجها مستقبلا. سعدت جدا بانضمامكم لي بهذه المحاضرة. أتمنى إن شاء الله أن أكون غطيت جميع مهارات الذكاء العاطفي التي يحتاجها طفلي حتى أنمي ذكائه العاطفي. إن شاء الله ألتقيكم بالمحاضرة القادمة التي سوف نتناول بعض الأنشطة التي تنمي الذكاء العاطفي للطفل، ودمتم بخير. شكرا جزيلا.